إلى موضوع تقرير مشاهدينا، انضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذة سوسن غريب الناشطة السياسية. أستاذة سوسن، إذا وكما سمعت التقرير، تطبيع معلن بين الكيان الصهيوني، بل واحتفال في القاهرة في قلب العاصمة على ضفاف النيل في ذكرى النكبة، كيف تقيمين هذا الأمر؟ هو الأمر ده عبارة عن بروباجندا جامدة أنا شايفها السنة دي، اللي هي الذكرى 70 لقيام الكيان الصهيوني في دولة فلسطين اللي هو الكيان المحتل. خد بروباجندا مع ان ده الذكرى 70 مش ال 75 مثلا او ال 25 او ال 50 اللي هي الذكريات اللي دايما الناس بتحتفل بيها، مش ال 70. هو خد يعني هم عملوا بروباجندا جامده جدا تقريبا علشان يعني زي ما تقول يطلعوا فنهم لينا، ان هو اوكي احنا بنعمل تطبيع اهو مع الكيان الصهيوني وعاملينه في وسط القاهره، في وسط في الريتس اللي هو بيطل، اللي هو كان النيل هيلتون زمان. الناس اللي مش عارفه فين الريتس كارلتون ده كان النيل هيلتون اللي كان قدامه محطه الاتوبيس اللي هو في ميدان التحرير زمان. طيب ما الغرض من هذه الدعايه كما تحدثتي استاذه سوسن؟ بروباجندا، ما الغرض منها؟ البروباجندا اللي هم عاملينها دي علشان حبه حبه الناس تبتدي تتقبل وجودهم، تتقبل التطبيع وتتقبل ان يقولوا دولة اسرائيل وعادي موجوده وهي بتعمل احتفال في وسط القاهره. هي نوع من الصدمه في الاول، بعد كده الناس بتبتدي تتقبل. لكن فعليا هناك معاهده بين تل ابيب والقاهره تقضي بالتطبيع. ايوه، بس المعاهده دي اللي هي كانت بارت من معاهده السلام وكامب ديفيد والحوار ده. الفكره ان الناس العاديين، الجمهور او الشعب، مش متقبل اللي هو يعني مش متقبل التطبيع. في فرق بين ان رئيس الدوله ساعتها عمل معاهده والمعاهده دي رجعت لنا بقيت سيناء، وفرق بين ان الناس متقبله التطبيع ولا لا. لان يعني ده كان احدى بنود المعاهده، مش كل المعاهده تدور حوالين التطبيع يعني. إلى أي مدى تقيمي رفض أو قبول المجتمع المصري بتطبيع ما بين إسرائيل ومصر؟ أعتقد أن نسبة كبيرة جدا جدا من الشعب المصري رافض التطبيع. الوحيدين اللي قابلين التطبيع هم المنتفعين بالتطبيع، منتفعين بالتجارة بينهم، اللي هم بعض رجال الأعمال الفاسدين اللي هم بيساندوا النظام كده كده. فلو النظام قال لهم روحوا اقعدوا في إسرائيل هيروحوا يقعدوا في إسرائيل نفسها، ما عندهمش أي مشاكل. شكرا جزيلا لك سوسن غريب الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف.